السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية، وهذا فيديو جديد نتحدث فيه عن المحميات الطبيعية في مصر. والمحميات الطبيعية كما يقال عنها دائما هي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بوجود كائنات حية نباتية أو حيوانية أو أسماك أو ظواهر نباتية. والمحميات الطبيعية يا سادة، المحميات الطبيعية تستهدف صون الموارد الطبيعية الحية والحفاظ عليها. وبين يدي هذا الكتيب الذي أصدرته وزارة شؤون البيئة، رئاسة مجلس الوزراء جهاز شؤون البيئة، المحميات الطبيعية في مصر 1995، وهذه الصور لبعض المحميات الطبيعية بمصر. وكما نشاهد أشهر المحميات الطبيعية محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء. ومحمية رأس محمد تقع عند التقاء خليج السويس مع خليج العقبة، يعني عند التقاء البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. ومحمية رأس محمد تبعد عن مدينة شرم الشيخ مسافة 12 كيلومتر، تبلغ مساحة محمية رأس محمد 480 كيلومتر مربع، وتتميز بالشواطئ المرجانية، فهي تحتوي على 150 نوع من الشعاب المرجانية. ومن الحيوانات البحرية التي تشتهر بها محمية رأس محمد الدرافيل، أسماك القرش، الترسة البحرية. عن محمية رأس محمد وعن الشعاب المرجانية هذا ما لدينا، ونستكمل ما أذاعه التلفزيون المصري عن محمية رأس محمد. شكراً.